الحقيقه نواف كلمتني كتير عن شهامتك وعن رجولتك وعن مروتك وعن انسانيتك وعن اخلاقك الطيبه وعن كل حاجه طيبه عملتها فيها. شكرين قوي. هات حاجه هنا يا دبليا. لا قول قول، ما انا فاهم، اصل الزمن ده كده دلوقتي، الزمن ده بلف كله نفاق بعيد عنك. بقول لك ايه، نوال كلمتني كتير عن اخلاقك. ولا اخلاقي ولا بتاع، ما انا فاهم هتقعد تبلفني. انا كنت فاهم الست دي زي حالتنا كده على باب الله، بحس العمليه كده العنوان غلط. اشوف وشكم خير توفيق. تعالى تعالى بس ليه مش عصبي كده يا توفيق؟ ما عصبيش، انا كنتش فاهم الحكايه كده يا اخوانا. انت مش بتحبني يا توفيق؟ يعلم الله، امال انا ايه اللي جابني على ملوش اهلي؟ ها؟ لكن ما فيش سيل لكن دي، ودافع عن حبك يا توفيق. ادافع عن ايه؟ عن حبك. بسم الله. دافعني عن كل حاجه فاضل حبي. خلاص يعني ده حاجه والله العظيم. دافعني عن كل حاجه وخدنا كله فاضل حبنا. شوف يا اخي العالم، شوف يا اخي، يا ناس يا ناس. أنا دافع عن حبي، أمسك متريوزة دافع بيها عن حبي، أمسك شومة أدافع بيها عن حبي، حب إيه؟ وليه لا يا توفيق بيه؟ اللي عملته يوم الأتوبيس قبل ما تعرف نوال يخليك تعمل قد كده مليون مرة بعد ما عرفتوا بعض وحبيتوا بعض. أمال سيادتك قابلتها فين بعد كده؟ هي جات للمحل. المحل بتاع سيادتك؟ أه، على الرصيف. رصيف؟ أيوه. ابتدت تتردد عليا على الموقف كل يوم. سيادتك عندك موقف؟ يا جدع الكورنيش. أيوه. ما أصل أنا بكرنش كل يوم. كرنش؟ أيوه. يعني إيه يا فندم تكرنش؟ أكرنش يعني أقف على الكورنيش. آه. أنا بتكلم إنجليزي. لا أنا آسف. إيه؟ آسف. أنا تعبان ولا أنت تعبان معايا ولا حاجة؟ معلش. بكرنش. طيب يا فندم. بقى بعربيتي بكرنش. خلاص حاضر. من 6 ل 11 لان ده انسب ميعاد في الكرمشه. ليه بقى؟ ليه يا فندم؟ لانه في الميعاد ده تلاقي واحد وواحده، واحد وواحد كل العشاء والحبايب مع بعض. يجي الواحد منهم ياخد بشيلن قرطاس ترمس ويمشي مع حبيبته. امي عيانه نفسها تشوفك، مفيش حد في البيت. يخلص القرطاس تخلص معاه كل حاجه. تتردد عليا الكلام كتر علينا، الناس بقت تنق. مين دي؟ مين البت دي اللي جايه لتوفيق؟ قلت ما بدهاش، رحت قافل المحل واخد قرطاس لنفسي وماشي معاها. بس يعلم الله ما كنتش بقول اسطوانات، كنت بقول اللي في قلبي مع البت دي. شفت بقى حكايتي يا سيدي انا واختك؟ استاذ توفيق الحقيقه انا اسف ان انا شفتك. بالعكس يا فندم. اتفضل، انا من غير ما تقول. سلام عليكم استاذ توفيق. فعلا المظهر عمره ما يدل على جوهر الانسان. مين جوهر ده؟ الجوهر يا استاذ توفيق يعني ما بداخل النفس، اللي ما بداخل النفس البشريه يا فندم. جوانياته. جوانياته عليك نور. اسمها جوهر. ايوه يا فندم. ماشي. اعتبرني اول واحد موافق والف مبروك. الله يبارك فيك. يعني اروح اجيب المأذون واجي ونتكلم؟ يا استاذ توفيق الكلام ده سابق لاوانه، لان لازم موافقه بابا. بابا ليه؟ ايوه يا فندم. ليه ده كان زمان الكلام ده، دلوقتي مفيش، البنت بتوافق وعدت سن الرشد وبتروح القسم تتجوز وخلاص.